تنتبع وتؤازر. حقيقة منتخب البرازيل هذا فريدي، لعب فريد، لعب الحاضر كذلك لعب ليون السابق طبعا، ولكنه يلعب في فلومينينسي عفوا، في ايضا سانتوس نيمار، انا قلت بانه اللاعب الوحيد لعب فرناندو، لكن لدينا نعم فريد لاعب ليون السابق موجود في الدوري البرازيلي مع نادي فلومينينسي، ولدينا نيمار بطبيعه الحال الكل يعلم بانه يلعب في نادي سانتوس البرازيلي، والبرازيل الان في محاوله الرد على المحاولات الايطاليه خطيره تبدو كذلك الان، ضربه ركنيه، يا سلام يا سلام يا سلام على